المشكله الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم، لان احنا عايزين نفهم الى اي مدى موضوع الرز. معانا الاستاذ نادر نور الدين، استاذ الزراعه جامعه القاهره. استاذ نادر، برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بك. اعتذر ان احنا اتاخرنا على حضرتك او متاخرين في الاتصال، ولكن عايزين نفهم مدى ابعاد ازمه الرز، ومين المسؤول عن هذه الازمه وما حقيقتها، لان تصريحات من قبل الحكومه ومن قبل وزير التموين ان مفيش ازمه يا جماعه، الرز موجود، في ايه؟ مفيش اي ازمه خالص. لا بالعكس، هم اعترفوا من امس ان في ازمه في الارز استدعت انه مصر تقوم باستيراد 80,000 طن من الارز قصير الحبه، وبالامر المباشر دون اجراء مناقصه دوليه نتيجه لحاجه السوق والحاجه الى سرعه في اتمام هذه الصفقه. احنا النهارده قبل نحو 22 يوم من شهر رمضان، ده بنعتبره شهر ذروه استهلاك الغذاء في مصر، وبالتالي السوق دلوقتي بدات الاسعار ترتفع بشده، ووصل سعر كيلو، تجاوز كمان سعر كيلو الأرز نحو 8 جنيهات، وهو كان المعدل الطبيعي من شهر واحد فقط كان ما بين 4 إلى 5 جنيه. الأرز الخام اللي احنا بنسميه الأرز الشعير اللي كانوا اشتروه التجار في بداية الموسم بحوالي 1500 جنيه للطن، النهارده سعره 5000 جنيه للطن. فبالتالي الأزمة في زيادة، اشتعال الأسعار وصل إلى القرى، حتى في الريف اللي هم كانوا بيزرعوا رز النهارده تجاوز ال 8 جنيه وال 8 جنيه ونص. فبدات الحكومه في اجراءات عاجله، وزير التموين اتهم التجار انه بيمارسوا ممارسات احتكاريه وان هم عطشوا السوق، يعني سحبوا الرز من السوق عشان يرفعوا، رغم انه بالامس انا سمعته مع عمرو اديب كان يعني كان بينفي ده، يعني واضح ان هو وقال ان هو كان خارج من اجتماع يتحدث معاه. يعني حضرتك في اعتراف دلوقتي بانه التجار جمعوا الارز الشعير وخزنوه وعطشوا السوق؟ نعم، بس النهارده اعاد وزير التموين مساء نفس التصريح بانه في احتكار للارز، وفي نعم. تهريب ايضا للدول المجاوره، ويحدد ان ليبيا والسودان اهم الدول اللي بتهرب بيها الرز المصري للبيع بالدولار. وبالتالي انه عشان كده الدوله اشترت 80,000 بالامر المباشر، وهو كمان بيقول انه اشترى من السوق المحلي 40,000 كمان وزير التموين، وانه هيطرحهم في المجمعات التعاونيه باسعار تصل الى نصف سعر السوق، يعني حوالي 4 جنيه 4 جنيه ونص على حد تعبيره، 4 ونص على حد تعبيره. ولكن الحقيقه بنشكك تماما في هذا الامر، لانه النهارده بيتراوح ما بين 7 جنيه للرز درجه ثانيه ودرجه ثالثه الى 8 او 9 جنيه للرز درجه اولى نسبه كسر 3%. نعم استاذ نادر، يعني اين كان الحكومه وزير التموين من الازمه دي، وان التجار كانوا بيلموا الرز، هم كانوا فين برضو؟ دي مشكلة يعني. والمشكلة التانية برضو اللي تم صحيح. إثارتها موضوع خلط القمح المستورد بأسعار زهيدة الغير جيد بالقمح المصري، يعني عندنا مشكلتين يعني مسؤول عنهم وزير التموين والحكومة. شوفي، هو الحقيقة وزير التموين بيؤخذ عليه في الشارع المصري انه دائما في صف التجار، وانه دائما بيجامل تجار الغرفة التجارية المصرية على حساب الفقراء، رغم ان هو وزير الفقراء، بدليل ان هو في بداية موسم حصاد الارز من 5 اشهر فقط في شهر نوفمبر الماضي طلب من الحكومة الموافقة على فتح باب التصدير للرز المصري لنحو 1,000,000 طن، فائض عن الاستهلاك المحلي اللي بيبلغ حوالي 3.5 مليون طن كل سنة. فبعد ما 5 شهور فقط فوجئنا انه لإما إنه النسبة المقررة للتصدير تجاوزت، أو إنه ما كانش فيه أصلاً فائض للتصدير، وإن وزير التموين هو الذي أقنع الحكومة بفتح باب التصدير. وبالتالي بدأ الأرز منذ شهر إبريل، في بدايات إبريل، يعني بعد 4 شهور فقط من حصاد المحصول الماضي، بدأ الأسعار ترتفع وصولاً إلى قمتها حالياً
لانه احنا بنعتبر الرز ده هو جوهره المائده المصريه، صحيح. خاصه في محافظات الدلتا اللي بتمثل 55% من سكان مصر نتيجه لارتباط اكل السمك مع الارز هم والنمط قالوا الغذائي، تقارير قالت بالاضافه استاذ للطائره نادر انه الكبرى. 3 كيلو كل فرد بيستهلك 3 كيلو في الاسبوع، يعني دي بعض الاحصائيات اللي يمكن يعني بتبين قد ايه اهميه الرز زي ما حضرتك بتقول يعني للمواطن المصري في هو وجبات كثيره. المتوسط المقدر في مصر الرقم الرسمي حوالي من 48 الى 50 كيلو جرام للفرد في السنه، وده على فكره اقل من المعدلات العالميه اللي بتتراوح من 60 ل 65 كيلو جرام. انما ازمه الرز وكمان معاها زيوت الطعام الحقيقه، لان دايما بنقول انه اسعار السلع الغذائيه بترتفع كحزمه واحده مش بترتفع افرادا، فالارز در وراه زيت الطعام ويرتفع سعر اللتر بدل ما كان ب 10 جنيه اصبح ب 17 جنيه، ثم ارتفعت معاها الفول والعدس بنسبه 40%، ثم جاءت ازمه القمح واستلام القمح، لانه في الوقت اللي ادعى وزير التموين انه استلم السنه اللي فاتت 5.5 مليون طن قمح من المزارعين، الا انه تعثر السنه دي في استلام اول 1 مليون طن، وبدا المزارعين يشتكوا انه ما فيش فراغات، وانه ما وعد به وزير التموين من وجود صوامع راسيه وافقيه غير صحيح، وبالتالي اضطر رئيس مجلس الوزراء ان يدير الازمه بنفسه واستدعى قيادات الفلاحين واستمع اليهم وبدا يشكل لجنه عمليات، ولولاها ما حلت الازمه لو كان وزير التموين هو الذي استمر في معالجه هذا الامر، لانه عدم توريد القمح كان يعني للتجار زياده استيرادنا للاقماح، كان يعني ايضا خلط القمح المستورد بالقمح بالقمح المصري المحلي وتوريده والاستفاده من حوالي 1000 جنيه فرق في اسعار الطن ما بين القمح المصري والقمح المستورد. طيب ايه بقى الوضع؟ يعني هل البرلمان هو اللي في ايده دلوقتي القصص، وانه هنا في اتهامات بتوجه او يعني زي ما حضرتك ذكرته وزي ما اللي حاصل ده بيشير الى انه يعني اداره وزير التموين لهذه الازمات الحاليه للاسف لم تكن جيده، فهل البرلمان هو المنوط باستجوابه والامر، ولا ايه اللي ممكن يحصل استاذ نادر؟ هو اليوم يعني مساء في الاثنين في القاهره مساء يعني عدد من اعضاء البرلمان المصري اعلنوا ان هم بكره هيقدموا استجواب عاجل لمجلس الشعب، الاول عن اشتعال اسعار الغذاء في الوسط المحلي في مصر، ورغم ان هو انهيار اسعار السلع الغذائيه في البورصات العالميه، وانه منظمه الاغذيه والزراعه فاو بتشير الى ان اسعار السلع الغذائيه في العالم الان تعادل اسعارها منذ 7 سنوات كامله، وبالتالي انه رغم ان في انهيار في الاسعار العالميه في البورصات الا ان في اشتعال في الاسعار في مصر، وبيتهم وزير التموين صراحه بان هو سبب في هذه الازمه. الموضوع الثاني ايضا عدد من نواب البرلمان بيتهموا وزير التموين مع وزير الزراعه ايضا بانهم تسببوا في مشاكل جامه في توريد القمح هذا العام، وانه الفلاح يعني كاد ان يبتعد او قرر ان يبتعد عن زراعه القمح مره اخرى طالما ان الدوله لم تيسر له اجراءات توريد المحصول الاستراتيجي الاول في مصر، وبالتالي يبدو ان هذا الاسبوع او بدايه الاسبوع القادم سوف تشهد أزمات واجتماعات برلمانية ساخنة حول استجواب وزيري التموين والزراعة تسببهم في أزمة اشتعال أسعار الغذاء أو في أزمة توريد القمح أو في أزمة غش القمح بالقمح المستورد الأرخص للاستفادة من فرق الأسعار. تمام، ده تحدي امام البرلمان، عايزين يعني نامل ان احنا نرى فعلا يعني استجواب حقيقي في نفس الوقت ايضا يكون بالتاكيد يعني في صالح الشعب الغلبان، اللي زي ما حضرتك اشرت يعني لما يكون انهيار في اسعار السلع العالميه على مستوى العالم وصلت لاسعار اللي من زي من 8 سنين واحنا في مصر الاسعار بتتضاعف بهذا الشكل الفظيع، اعتقد هنا في مشكله كبيره يجب ان يكون هناك مسؤول وهذا المسؤول يحاسب عنها. تحب تضيف حاجه ثانيه يا دكتور استاذ نادر؟ اتمنى انه نشهد انفراجا، لانه اذا جاء شهر رمضان بعد النهارده 9 شعبان يعني فاضل 21 يوم 3 اسابيع، عاده في اسعار لازم بترتفع طبيعيا نتيجه لانه استهلاك شهر رمضان في مصر بيبلغ 3 اضعاف المعدلات العاديه لطول فتره الصيام اللي تمتد هذا العام الى 17 ساعه يوميا، وبالتالي اذا لم يتم السيطره على اسعار السلع الاستراتيجيه وعلى راسها اللحوم والدواجن والزيت والارز والمكرونه هيكون في ازمه كبيره
في زيادة الأسعار. وبعدين احنا دايما في المجتمعات الفقيرة والنامية بتكون دايما أعمال العنف سببها ارتفاع أسعار الغذاء أو ارتفاع صحيح. أسعار الطاقة بشقيها الكهرباء والوقود والمحروقات. فنأمل أن يتم السيطرة على الأسعار قبل حدود الشهر الفضيل. كل سنة وحضرتك طيب، نأمل طبعا نفس التمني شكرا مع جزيلا. حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نادر نور الدين، أستاذ في زراعة القاهرة جامعة القاهرة. بشكرك شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. وأعتقد مشاهدينا كده احنا في انتظار بقى البرلمان، وأن يكون في استجواب قوي وتحميل المسؤولية لوزيري الزراعة والتموين على هذه الأمور.